مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، نستعرض سويا الأحوال الجوية والنشرة الجوية الموسمية، الأحوال الجوية المتوقعة وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال فترة فصل الخريف أو أشهر 10 و11 و12 من عام 2022. نبدأ من شمال إفريقيا. شمال إفريقيا تتعرض خلال هذه الفترة أو فصل الخريف إلى تشكل منخفضات جوية وبالتالي أمطار على نحو متكرر، ومع تشكل السيول إضافة لتساقط الثلوج في شهر ديسمبر، كذلك أيضا منطقة إيطاليا وجنوب أوروبا، لكن المناطق الشمالية والشمالية الغربية من أوروبا أمطار تشهد أمطار أقل وأضعف من المعتاد. أما الصحراء الإفريقية والعربية أو الصحراء الكبرى فتشهد غبار كثيف وأيضا طقس دافئ خاصة في ديسمبر في مصر وأيضا السودان، لكن المناطق شمال مصر ومنطقة بلاد الشام الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين وأيضا أجزاء من تركيا خاصة المناطق الوسطى والشرقية من تركيا بالإضافة إلى العراق والكويت وغرب المملكة العربية السعودية، هذا اللون الأسود الأصفر عفوا، تشهد أمطار أقل وأضعف من المعتاد، لكن غرب الجزيرة العربية والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية هناك تحسن في فرص الأمطار، وأيضا وسط أوروبا أيضا هناك أمطار أقل وأضعف من المعتاد. أيضا منطقة الهند وهناك أمطار أعلى من المعدل وتنبيه من حدوث فيضانات في منطقة الهند، وأيضا هناك بالنسبة للأعاصير والحالات المدارية في بحر العرب تتركز في خليج البنغال أيضا، ولكنها راح تكون أقل من المعتاد بإذن الله. أما بالنسبة لدرجات الحرارة، بالنسبة لدرجات الحرارة وانحرافها رايحين نشاهد أن هناك مصر والسودان ومنطقة بلاد الشام وشرق تركيا وأيضا الكويت والعراق وشمال الجزيرة العربية وشرق الجزيرة العربية ستشهد درجات حرارة أعلى من المعدل، لكن هناك درجات حرارة أقل من المعدل اللي تمثل اللون الأزرق أو النيلي، هذا أقل من المعدل في شمال تركيا وأيضا في منطقة سيبيريا، لكن حول المعدل رايحة تكون مناطق تقريبا اللي باللون السكني تقريبا الجزيرة العربية وجزء أيضا من شمال إفريقيا، لكن هناك في غرب مصر وأيضا ليبيا وأيضا منطقة المغرب وغرب الجزائر رايحة تكون أقل من المعدل، هذا بالنسبة لدرجات الحرارة. أما بالنسبة لكميات الهطول وانحرافها عن المعدل رايحين نلاحظ أن وسط أوروبا كذلك تركيا ومنطقة بلاد الشام سوريا والأردن وفلسطين ولبنان وشمال مصر أيضا وشمال الجزيرة العربية بما فيها العراق والكويت أيضا ومنطقة إيران رايحة تكون كميات الأمطار أقل من المعتاد، هذه التوقعات الموسمية، لكن اللون الأخضر بتكون كميات الأمطار أعلى من المعدل تشمل منطقة الهند وأيضا منطقة إيطاليا وجنوب أوروبا تقريبا وأيضا المغرب العربي بما فيها منطقة المغرب والجزائر وتونس خاصة المناطق الشمالية منها ستشهد سقوط أمطار أعلى من المعدل، كذلك في أواسط إفريقيا راح يكون تساقط الأمطار أعلى من المعدل، وأيضا في أقصى شمال غرب أوروبا أعلى من المعدل، أيضا مناطق الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية وأيضا منطقة عمان وقد تصل إلى منطقة الخليج العربي، هناك كميات أمطار راح تكون أعلى من المعدل. مشاهدينا نتمنى للجميع السلامة، نتمنى أجواء ماطرة وخير وفير إن شاء الله لمعظم المناطق هذا العام، وكل عام وأنتم بخير، شكرا للمتابعة.